ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا، ولقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الإيمان باليوم الآخر له دور عظيم كبير في صلاح النفس واستقامتها على منهج الله، لأن القلب إذا امتلأ بالإيمان باليوم الآخر واليقين به خشع وأناب، وارتدع العبد عن ارتكاب المعاصي واكتساب السيئات، لأنه يعلم يقينا أنه ومهما طال به العمر فإنه سيوقف بين يدي الله في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسيسأل بين يدي ربه عما جنته يداه: وقفوهم إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وسيحاسب على كل صغير وكبير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، وعندها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من ذكر اليوم الآخر وما يتعلق به، ومن ذكر الجنة والنار، قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وآخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت من القرآن تذكر بالآخرة وتحذر من الآخرة، وكان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة المزمل، وهي ثاني سورة نزولا من القرآن الكريم، وبعدها جاءت سورة المدثر، وفيها الأوامر الأول التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وفيها: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فأول ما نزل من القرآن تذكير بالآخرة وتحذير منها، وآخر ما نزل من القرآن تذكير بالآخرة وتحذير منها، وبينهما امتلأ القرآن الكريم بآيات الوعيد وآيات الحديث عن يوم القيامة وما يتعلق به والجنة والنار، لعل القلوب أن ترق فتنيب، ولعل النفوس أن تخشع فتستجيب، ولعل الأبدان أن تقشعر فتعمل وتتقرب. وأول ما يطالعنا من مشاهد يوم القيامة، أول ما يطالعنا من مشاهد القيامة الكبرى، النفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ ما هو الصور؟ ما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. فالصور إخوة الإيمان خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا عظيما يسمى إسرافيل. لعظم الصور وكل الله به ملكا عظيما وهو إسرافيل. وهو من يوم أن وكل بالصور في حالة استعداد دائم، حتى أن نظره معلق بعرش الرحمن خشية أن يؤمر بالنفخ في أي لحظة. روى الإمام الحاكم في مستدركه والحديث في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يرتد إليه طرفه، مخافة أن يؤمر به قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وروى الحاكم وابن حبان والحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أنعم، كيف يطيب لي عيش، كيف أهنأ بحياتي، كيف أنعم، وفي رواية: كيف أنتم. وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على نفسه من أمر الساعة: كيف أنعم؟ فبالله عليك، لماذا نعمنا نحن؟ لماذا أكلنا ملء بطوننا وضحكنا ملء أفواهنا ونمنا ملء عيوننا ففسدت أحوالنا وقست قلوبنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على نفسه: كيف أنعم؟ وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. وعندها تأثر المسلمون وفزعوا وخافوا وقالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم، فليس لها من دون الله كاشفة. وينفخ في الصور يوم جمعة. روى أصحاب السنن من حديث الصحابي الجليل أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، ولذا يشتد خوف جميع المخلوقات والكائنات يوم الجمعة خوفا وشفقا وفرقا من الساعة، إلا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. روى الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس. فما من دابة خلقها الله تعالى إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، أي مستمعة، مصغية، مشفقة، منتظرة، خائفة من قيام الساعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس من مشرقها اطمأنت وزال عنها الخوف والقلق، إلا الإنس والجن فإنهم في غفلتهم يعمهون. وإذا أراد الله تعالى للقيامة أن تقوم وللساعة أن تقع، أمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهي التي سماها الله تعالى بالصيحة. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ستأتيهم الساعة بغتة وهم في أسواقهم يتبايعون ويشترون ويتجادلون ويتخاصمون ويتشاجرون، فتأتيهم الساعة بغتة فلا يستطيع الواحد منهم أن يوصي على أبنائه ولا على أملاكه ولا على أمواله، ولا يستطيع الواحد منهم حتى أن يرجع إلى بيته من شدة وسرعة انقضاء الأمر. فإن هذه الدنيا إخوة الإيمان تنتهي في لحظات خاطفة سريعة. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوض إبله فلا يسقى فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. أرأيتم إخوة الإيمان إلى سرعة انقضاء الدنيا وإلى سرعة قيام الساعة؟ يذهب الرجل إلى سوقه كما يفعل في كل يوم، يصبح فيذهب إلى عمله، ليس هناك أمر غريب، يفعل ما يفعله في كل يوم، يذهب إلى السوق ليشتري ثوبا، فبينما هو ينشره ويقلبه وهو يؤمل نفسه أن يلبسه جديدا، ولعله قال في نفسه: أشتريه وأتركه إلى العيد المقبل أو إلى مناسبة من المناسبات، ويؤمل طول البقاء في هذه الدنيا. فبينما هو كذلك إذ جاءت الساعة فلا يتبايعانه ولا يطويانه. وآخر قد حلب ناقته أو بهيمته
ويذهب به إلى بيته ويمني نفسه بلذيذ الطعام، وبينما هو كذلك إذ فاجأته الساعة فلا يطعم منه شيء. وثالث، أخذ يليط حوض إبله، يليط أو يليط، والاثنان صحيحان، أخذ يليط أي أخذ يصلح حوضه بالطين حتى يملاه بالماء، ثم يأتي بدوابه لتشرب من هذا الماء، فبينما هو كذلك إذ فاجأته الساعة فلا يسقى فيه. ورابع، قد جلس في بيته أمام الطعام يمني نفسه بلذيذ الطعام، وأخذ لقمة وهو يؤمن نفسه أنه سيأكلها، وبينما يرفع اللقمة إلى فيه إذ فاجأته الساعة فلا يستطيع أن يدخلها ولا يستطيع أن يردها ولا يطعم منها شيء. تأتيهم الساعة بغتة. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، والليت هو صفحة العنق، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. وأسماها الله تعالى بالراجفة، هذه النفخة أسماها الله تعالى بالراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ويومها يشتد الفزع لهول ما يرى الناس من انقلاب الكون، فقد انقلب الكون كله وتغيرت جميع معالم الحياة. ينظر الناس إلى الأرض التي طالما مشوا عليها واطمأنوا، ينظر الناس إلى هذه الأرض التي حفظوها وحفظوا أركانها، ينظرون إليها فإذا بها قد تغيرت ومدت فصارت كالبساط، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ينظر الناس إلى الجبال التي زين الله بها الأرض وأمسك بها الأرض أن تميد، ينظر الناس إلى الجبال فإذا بها قد نسفت وسيرت وزالت من مكانها وتركت الأرض قاعا صفصفا، ينظرون إلى البحار التي امتلأت بالماء وفاضت بالماء فإذا بالبحار قد سجرت وفجرت وتحولت إلى كتر نارية، تحولت البحار إلى نار تتأجج. ينظرون إلى السماء التي طالما أظلتهم وطالما مشوا تحتها آمنين، ينظرون إلى السماء فإذا بها قد انفطرت وانشقت، إذا بها قد ذابت كما يذوب الفضة أو كما تذوب الفضة إذا دخلت في النار، وإذا بلونها وصفائها قد زال، وإذا بها تتلون بألوان عديدة من هول وفزع ذلكم اليوم فكانت وردة كالدهان. ينظر الناس إلى الشمس التي لطالما أضاءت الدنيا وأمدتنا بالضوء والحرارة، ينظرون إليها فإذا بها قد كورت وأظلمت وذهب ضوءها وضياؤها. ينظرون إلى النجوم فإذا بها قد انتشرت وانكدرت، ينظرون إلى الكواكب فإذا بها قد انتثرت، حتى الوحوش حشرت وجمعت واختلطت بعضها ببعض من شدة هول ذلكم اليوم، حتى العشار وهي النوق الحوامل التي يتنافس عليها الناس ويهتمون بها غاية الاهتمام، حتى العشار عطلت وأهملت وتركت وسيبت، القبور بعثرت، النفوس زوجت، الجنة أزلفت، الجحيم سعرت، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية،
نعم، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع إذانا بقيام القيامة، إذانا بوقوع الساعة، إذانا بمجيء الطامة الكبرى. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق والموت. ومن العلماء من فهم أن النفختين نفخة واحدة فقالوا يفزع الناس فزعا شديدا يصعقون به ويموتون. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وعندها يفنى العالم كله، يموت كل من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات إلا ما شاء الله، يموت الصالحون والطالحون، يموت الأغنياء والفقراء، يموت المرضى والأصحاء، يموت الضعفاء والأقوياء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يموت كل حي ويبقى الله الحي، لأن الله تعالى هو الحي الذي لا يموت أبدا، هو الذي كان أولا وليس قبله شيء، وهو الذي يكون آخرا وليس بعده شيء. وعندئذ كما ورد في كثير من الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، يقبض الله تعالى الأراضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ سبحان الله، أين يومها الملوك والسلاطين؟ أين القياصرة والأكاسرة والفراعين؟ أين الجبارون الذين تجبروا على عباد الله فبغوا وطغوا في البلاد؟ أين المتكبرون الذين أعجبتهم أنفسهم وظنوا أنهم فيها خالدون وعلى كراسيهم دائمون وعلى سلطانهم محافظون؟ أين من حارب الله وصد عن سبيل الله؟ أين فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ بل أين قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ فينادي الله عز وجل على نفسه، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ولكن لا أحد يجيب لأن الكل قد مات، لا أحد يجيب لأن الكل قد مات، فيجيب الله نفسه قائلا لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد الذي قهر كل شيء وحكم بالفناء على كل حي، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لما قال،
ثم قرأ النبي قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم عليه تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ثم بعد ذلك عباد الله، إذا أراد الله تعالى أن يحيي الخلق بعد 40، لا ندري 40 يوماً، أو 40 شهراً، أو 40 سنةً، فالله تعالى أدرى بمراده. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قلنا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. إذا أراد الله تعالى أن يحيي الخلق بعد 40، أحيى الله تعالى إسرافيل. نعم، أحيى الله تعالى إسرافيل، لأن إسرافيل أيضا قد مات، فقد مات الإنس، وماتت الجن، ومات الملائكة، مات جبريل، ومات ميكائيل، ومات إسرافيل، ومات حملة العرش، ومات ملك الموت. حتى ملك الموت يذوق الموت، وهو الذي أذاق الناس الموت بإذن من الله، ثم كتب الله عليه في ذلك اليوم الموت، لأن الله تعالى قد كتب الفناء على جميع خلقه. يحيي الله تعالى إسرافيل بعدما أماته، ثم يأمره أن ينفخ في الصور نفخة البعث. قال الله تعالى: ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعندئذ تبعث الأجساد ويخرج الناس من قبورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس شيء في الإنسان إلا يبلى، إلا عجب الذنب، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. عندئذ تبعث الأجساد، فتنبت الأجساد في القبور، تنبت الأجساد من تلك العظمة كما ينبت النبات من البذرة، ويخرجون من قبورهم فزعين، خائفين، متسائلين، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فيأتيهم الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرجون من قبورهم من فزعهم وهولهم متسارعين، كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرجون من قبورهم عراة، حفاة، غرلا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. ثم قرأ النبي قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ولما سمعت عائشة الحيية ذلكم الكلام قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى عورات بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لن ينشغل أحد في ذلك اليوم إلا بنفسه. وعندها إخوة الإيمان
لن ينفع الإنسان إلا ما قدم من العمل. في ذلكم اليوم لن ينفعك المال ولا الولد ولا المال ولا الجاه ولا المنصب ولا الوظيفة ولا الأنساب، فالأنساب لا تنفع يوم القيامة. لن تقول يوم القيامة: أما تعلمون من أنا؟ أنا فلان، أنا ابن فلان. كلا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك عمليا حتى مع أقرب الناس إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، ومن هو؟ إنه عمه. يا صفية بنت عبد المطلب، ومن هي؟ إنها عمته. يا فاطمة بنت محمد، وهي ابنته. أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. لن ينفعك المال الذي ضيعت من أجله عمرك، لن ينفعه المال الذي ضيع من أجله عمره، لن ينفعه الولد الذي قطع من أجله رحمه، لن تنفعه الزوجة التي عق من أجلها أباه وأمه، لن ينفعه المنصب الذي نسى من أجله نفسه، لن ينفعه الرياسة ولا الوجاهة، ولن تنجيه الشهرة، لن تنجيه الشهرة، ولن تغني عنه الصحبة، ولن ينفعه صاحبه وصديقه الذي عصى معه ربه. لن ينفع يوم القيامة إلا ما قدمت من العمل، ولم لا؟ وهو يوم لا يراعي أحد النسبة، فهو يوم يفر منه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ولسان حاله يقول: خذوا ابني، خذوا ولدي فاطرحوه في النار. يريد أن ينجو من ذلك اليوم ولو على حساب ولده. لسان حاله: خذوا أبنائي، خذوا زوجتي، خذوا أبي، خذوا أمي، خذوا مالي، خذوا سلطاني، خذوا جاهي، خذوا منصبي، خذوا وجاهتي وشهرتي، خذوا وظيفتي وسلطاني، خذوا كل شيء ودعوني. ولكن هيهات هيهات، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فيا له من مشهد، يا له من مشهد عظيم، يا له من مشهد عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. يا له من مشهد عظيم فيه يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني، ولن تنفع يومها يا ليتني. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لما يرى هول ذلكم اليوم يتمنى أن لو كان مستقيما مع المستقيمين، يتمنى أن لو أطاع الله تعالى، يتمنى أن لو قبض بيديه على الجمر في طاعة الله. ولكن عندئذ لا ينفع الندم ولا تنفع يا ليتني. يا له من مشهد يذهب فزعه بالعقول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا له من مشهد فيه يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وشتان شتان بين الفريقين، وشتان شتان بين المآلين والمصيرين.
تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركض إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد، وتب عما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأحسن من ذلك كلام الله، ومن أحسن من الله قيلا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والملحدين، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. أقول قولي هذا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.